جميل. بعض الشعراء حدث معهم انه كتب القصيده بناء على لحن موسيقي سمعي. يحصل صارت معك؟ قد صارت معي. في اغنيه تقدر تكشفها لنا؟ لا ما ابغى، لانه اغنيه نجحت نجاح مدوي، يعني ما كان باين، ما ابغاها تبان يعني. اللحن فيها سبق هذه؟ اللحن سبق الكلام. حتى اسم المطرب ما بتقوله؟ لا ما ابغى، حيبان. طيب.